من أوذي في الله متى يجوز له استعمال الغلظة مع الناس؟ له أن يقتص القصاص. الله جعل القصاص من الظالم والمعتدي إقامة للعدل بين الناس. والقصاص يكون بأنواع، قصاص يكون بالقتل، النفس بالنفس، ويكون القصاص أيضا بما دون ذلك، يكون القصاص بالكلام، فمن سب أحدا فإن للمسبوب أن يسبه، أن يسبه بقدر ما قال فيه من باب القصاص. فالقصاص يختلف، أعلاه القصاص بالقتل من القاتل، ويأتي فيما دون ذلك من التعديات. نعم.